لماذا تحت الأرض أحبابي؟ تحت الأرض يرسب كثير ممن كان فوق الأرض يجاوب صح. نحن لماذا تحت الأرض نسمع بخبر السماء أن هناك تحت الأرض من قال ها ها لا أدري؟ هل هو لا يعرف الله؟ لا، يعرفه في الحياة، يعرفه نظريا، ما كان يحبه فكان يحب غيره ويحب سواه ويرجو غيره ويتوكل على غيره ويستعين بغيره ويصرف بعض العبادة لغيره. فلما أن قبر كان الله جل وعلا أهون الناظرين إليه في الدنيا، وكان يصرف بعضا من العبادات لغيره، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وبعضنا ذل وخضع أمام المخلوق واستعان به وخاف منه وتوكل عليه ونذر به وطاق، وفي